ما زال المغرب منخرط بقوة في مسيرة مكافحة كورونا، وفي هذا السياق وزارة الصحة تلقت اليوم الاثنين فاتح يونيو 2020 تطبيق هاتفي وقايتنا. كيفاش وعلاش؟ بزاف الأسئلة كيطرحوا، يوركزوا معايا مزيان. هذا التطبيق دار للإشعار باحتمال تعرض شخص أو عدة أشخاص لعدوى كورونا بالمغرب، وكيدخل في إطار حملة وطنية كبيرة للتحسيس تحت شعار بوقايتنا نبقوا على بال، والهدف تشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، واللي من بينها غسل اليدين، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي وزيد وزيد. ولهذه الغرض وزارة الصحة تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى الانخراط في التدابير الوقائية في عاداتهم اليومية، وكذلك استخدام تطبيق وقايتنا. ولكن كيفاش نخدموا هذا التطبيق؟ القضية سهلة، ما عليكم إلا تانستاليو أبليكاسيون وقايتنا من جوجل بلاي أو أب ستور، ومن بعد خدموا البلوتوث وخليوا الأبليكاسيون خدامة. فين ما كنتي تلاقيتي بأي شخص أو داز حداك شي حد مانستالي الأبليكاسيون، تليفوناتكم بزوج كيسجلوا بلا فايت تلاقيتو. من بعد إذا اتضح أن واحد من هاد الأشخاص كان حامل الفيروس كوفيد 19 في الوقت اللي تلاقيتي به أو كنتي قريب منه، كيوصلك إشعار في التليفون ديالك كيخبرك بالإصابة ديالو وبالإجراءات اللي خاصك تاخدها. بمعنى هذا التطبيق يمكن وزارة الصحة من التعرف على المخالطين بدقة وفي وقت سريع. وما تنسوش كذلك تزوروا الموقع الإلكتروني www.wqaytna.ma باش تاخدوا معلومات أكثر على هذا التطبيق، وبهذه الطريقة غنحصروا الوباء وغنحميوا راسنا وبلادنا.